احمد الرواحي، نعم. هذا دارس معي في الاعداديه والحين فاتح مشروع. ايش تفكرني راقد؟ لا لا ما راقد، 10 كيلو من القح بريال واحد، افتتاح محل مجموعه الشعر في ولايه المصنعه، خضروات وفواكه بجانب بلديه المصنعه في الشعيبه. ركزوا معي، الاسعار اللي بعطيكم اياها حتى نفاذ الكميه، يمكن ساعه ساعتين تخلص الكميه، تعالوا ولحقوا. احمد، نعم. حتى هذا المانجو صار بريال و200. ايش تفكرني راقد؟ لا ما راقد، العنب تبل الاسود ولا الاخضر ولا المشكل، السله كلها بريال و200. يا الله، علبه الفراوله 200 بيسه، 35 حبه من البرتقال بريال واحد، و25 حبه من الكمثرى بريال واحد. احمد انت ايش مسوي؟ الموز هذا الكيلو ب400 بيسه؟ ايش تفكرني راقد؟ لا ما راقد، كرتونين من السنطره 2 بريال و200، معقوله سلتين من التفاح اول مره تصير في المصنعه بريال و200؟ جونيه الالو بنص ريال، جونيه الثوم بريال و700، وسله الرمان بريال و300 حتى نفاذ هذه الكميه. الكيوي 4 علب بريال واحد حتى نفاذ الكميه. تعالوا اهل مصنعه وشوفوا المحل، خيرات الله كلها هني، الخضروات والفواكه كلها موجوده معهم، البهارات الطحينيه، الزعفران، الليبلهيل، الليمون، السمن، كله موجود معهم، والتونه اللي يبغاها موجوده معهم بالفلفل وبالبهارات، التمور انواع واشكال موجوده واحجام. ولحقوا يا جماعه على العيش، عندهم نوعيه وايد زينه. هذا هو، هذا هو، عدل عدل، شوف ما شاء الله الزحمة يا جماعة الخير، زحمة الإعلان، ليوش سيارات يا سيارات، أيوة يحيى الهاشمي ذي ما سهل. أها أها، لا والله ما مني، من الإعلان قوي، عروض قوية، يستاهل يستاهل، تو تخلى يا ابوك. والله انصدمت، ما توقعت هالزحمه، لا اله الا الله، تو بدخل المحل بينازعوني ليه خلصت الكميه. شوفوا العالم، شوفوا سيارات، الحاله عرض قوي ترى مسوي، ما سهل ما شاء الله عليه، الله يوفقه يا رب، يستاهل. والله نازعون الشياب، كيف انت مسوي اعلان خلصت كميه؟ ما قادر ادخل والله، اخاف هناك. حياك الاخبار، كيف حصلت؟ اي يا اخي، هو خلصت كميه هيش شيء، ها كيف حصلت؟ زحمه زحمه ما شاء الله، يلا زين زين ما شاء الله. جماعه ها الكميه كلها خلصت، كلها خلصت، عالم. شباب، اي واحد تشوفوه يفطر في نهار رمضان متخش من خش تحت سدره، تحت سمره، تحت بيت قديم ولا شيء، بلغوا على طول، لان القانون ما يرحم، سجن وغرامه. يعطيكم العافيه. مره اللي تشوفوهم شالين كياس خبز وجبن وبطاطس، مره بلغوا عليهم يطلع منهم. ايش كبرك حيتك وشنبك تفطر في نهار رمضان؟ ايش خليت حص صغيرين؟ مره بلغوا عليهم.